أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج محطات سياسية. ونقف اليوم مع شخصية سياسية عراقية وصفتها وسائل إعلام بالشخصية التي تجيد اللعب مع الخصوم، واستطاعت اختراق مؤسسات الدولة من خلال شبكة علاقات واسعة مع كل الكتل السياسية الفاعلة من خلال قدرتها على التفاوض، فضلا عن العلاقة الجيدة التي تمتلكها هذه الشخصية مع جميع الدول الإقليمية المجاورة، بينما يصفها البعض بالشخصية السنية التي صنعتها أيادي إيرانية لتحقيق مخططات رسمتها طهران للعراق. إنه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، نتحدث اليوم عن نشأته السياسية والدور الذي يلعبه في الساحة السياسية العراقية بعد أن نشاهد هذا الفيديو الذي يختصر سيرته الذاتية. إذا نتحدث أكثر عن شخصية محمد الحلبوسي مع الدكتور ناصر دريد، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. إذا أستاذ الناصر دريد أو دكتور الناصر دريد، محمد الحلبوسي عمل مترجما للقوات الأمريكية إبان الغزو العراقي، لذلك هل نستطيع القول إن تلك النقطة كانت بداية انطلاق الحلبوسي نحو المشهد السياسي؟ نعم، تحياتي، شكرا جزيلا. الحقيقة لا، أنه الحلبوسي بداية الحقيقية لم تكن في تلك النقطة، كانت من خلال قيام الأخوين الكرابلة بدفعة للواجهة السياسية لأول مرة. هو من المعروف أنه هو شاب عصامي من عائلة فقيرة بسيطة، كما قلت حضرتك اضطر للعمل كمترجم، هاجر خارج العراق وعمل فترة في الأردن وعمل في أعمال مختلفة، ثم أخيرا استقر لدى سياسي عراقي وهو الكربولي. وهذا الرجل أيضا هو من الجيل الذي نشأ من السياسيين السنة ما بعد الاحتلال، وكان رجل متمكن ولديه رؤية استراتيجية بعيدة المدى لبناء قوة سياسية، وبدأ يفكر هذا الرجل في جذب المواهب الشابة إذا صح التعبير والزج بها في الأوساط السياسية، وكان واحد من هؤلاء هو محمد الحلبوسي. محمد الحلبوسي نشأ في بيت الكرابلة، وواحد من شبابهم إذا صح التعبير يعني اللي يتعاملون معه، ثم أدخلوا في العملية السياسية ورأيناه ينتخب كعضو في البرلمان أولا، ثم فوجئنا بترشيحه لمنصب رئيس البرلمان في الدورة السابقة. وهذه الحقيقة كانت القفزة الكبيرة التي بدأ من خلالها يصنع زعامته في الوسط السني إذا صح التعبير. يعني هذه كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لبناء الإمبراطورية الكبيرة التي بناها من الناحية السياسية والمادية والمالية بشكل فاق بهؤلاء الذين أطلقوه، يعني الكرابلة الذين أطلقوه في البداية كجزء من تخطيط بعيد المدى لما يسمى بالوسط السني
كان لديهم مثل هذا التخطيط فوجئوا بأنه أحد النجوم التي أطلقوها ما لبث أن تحول إلى شمس، كسفت شمسهم إذا صح التعبير، وأخذت ميراثهم كله واستولت عليه، وأصبح هو الذي يمثل الوجه السني الآن الأبرز على المستوى أو على الساحة السياسية. فهذه باختصار شديد دون أن ندخل في تفاصيل كثيرة ظروف نشأة الحلبوسي السياسية. نعم، لكن يعني مجرد عمل الرجل كمترجم للقوات الأمريكية إبان الغزو على العراق، ألا يشي ذلك بأن لواشنطن يد بشكل أو بآخر في تصدير الرجل للساحة السياسية؟ لا، الحقيقة هذه قضية مستبعدة. ليس يعني أنا لا أقول ذلك مدحا في الحلبوسي أو ذما فيه. الواقع أن الأمريكان يعني لم يكونوا أبدا بتلك القوة الذكية التي تطلق أناس وتتبنى شخصيات وتتبنى قيادات. واشنطن يدوب كانت تفتح المجال، وفي البداية طبعا هذا أتكلم في البداية، الجيل الأول من السياسيين الذين أتوا مع واشنطن عند احتلالها للعراق وقامت واشنطن بأطلاقهم، كانوا في البداية من الوجوه السني بالذات تحديدا من الحزب الإسلامي. ثم لاحقا بدأت عجلة السياسة العراقية تدور لوحدها وتنتج لوحدها مختلف القيادات وإلى آخره. وكان مثل ما قلت لك يعني أصبح لدينا في الجيل الثاني من السياسيين السنة عدة محاور، واحدة من هذه المحاور هو محور الأخوين الكربولي، جمال الكربولي ومحمد الكربولي على ما أعتقد. هؤلاء كانوا محور أساسي، هو كان جزء من هذا المحور أو أحد العاملين في هذا المحور أو أحد صبيان هذا المحور، سمه ما شئت يعني. ثم شيئا فشيئا بدأ يبرز. كيف استطاع هذا الشاب الناحل النحيل البسيط الذي هو من أصول متواضعة، بدأ من عامل بسيط ثم استطاع إقناعهم بأن يتولوا هم دفعة في واجهة المشهد السياسي السني في أهم منصب للمكون السني في داخل النظام وهو منصب رئيس البرلمان؟ هذه بالتأكيد وراها قصة كبيرة، يعني أنا شخصيا لا أعرفها ولا أعتقد أنها أذيعت سابقا، لكن مما يبدو أنه إحنا جميعنا أذكر قبل 4 سنوات عندما تم انتخابه فوجئنا بترشيحه وفوجئنا بعملية التعبئة الكاملة لهذا الترشيح. ولا أخفيك كانت هناك دفع مبالغ كبيرة دفعت في وقتها لكل النواب من أجل انتخابه، وقيل وصل الرقم إلى $30 مليون. وطبعا هذا الرقم أنا يعني لست متأكد. سأتطرق إلى هذه الجزئية بالتأكيد بعد قليل، موضوع شراء الولاءات أو شراء الأصوات. نبقى في موضوع نشأة محمد الحلبوسي. دكتور، البعض يقول إن محمد الحلبوسي زعيم سني صنعته أيادي إيرانية، هل توافق هذا الطرح؟ هل بالفعل هناك دور كذلك لطهران في تصدير محمد الحلبوسي للساحة السياسية أو المشهد السياسي العراقي؟ نعم، هذه قضية مهمة ينبغي إماطة اللثام عنها بشكل أوضح. الطبقة السياسية السنية إذا صح التعبير مع تأسيس النظام السياسي الحالي اللي هو أنا أسميه دائما نظام دستور 2005 انقسمت في مرحلتين، المرحلة الأولى ما قبل داعش والمرحلة الثانية ما بعد داعش. المرحلة الأولى ما قبل داعش تميزت بأنه الطرف السني مشارك في العملية السياسية ومشاكس إلها بنفس الوقت، يعني دائما كان هناك نمط من المعارضة السنية في داخل النظام رغم أنهم شاركوا ويشاركون في داخل النظام، يتولون وزارات داخل النظام ويعارضون النظام، يتولون رئاسة البرلمان ويعارضون. وهذه الفترة هي اللي تتذكر حضرتك ويتذكر المشاهدين، فترة بروز قيادات عدنان الدليمي وطارق الهاشمي والعيساوي وكل هذه الأسماء التي يعني لطالما ملأت الشاشات والقنوات بالجئير والصراخ حول مظلومية السنة وإلى آخره والتمييز الطائفي ضد السنة وكل هذا الكلام. هذه المرحلة انتهت مع مجيء داعش. عندما جاء داعش الحقيقة وانتهت داعش انتهت بخسائر مدمرة لما يسمى بالمجتمع السني، محافظات مدمرة بالكامل، منتهكة،
والمناطق منتهكة بالكامل، يعني القوة ما يسمى بالقوة السياسية للسنة تكاد تكون انتهت يعني بهذه الضربة التي وجهت من خلال داعش. قيادات ما بعد داعش، وأنا يعني أقر تحديدا الكرابلة والحلبوسي وحتى السيد خميس الخنجر، كل هذه القيادات السياسية وجدت نفسها بعد داعش في مفترق طرق. بعد داعش ليس فقط المناطق السنية وإنما كل العراق برمته أصبح يتبع للإرادة الإيرانية، فكانوا بذلك أمام خيارين، إما الاضمحلال والانتهاك القيادات التي سبقتهم مثل الهاشمي والنجيفي وإلى آخره وانتهاء دورهم السياسي إلى الأبد، أو محاولة البحث عن دور سياسي جديد في ظل السيطرة الإيرانية الكاملة على العراق. يعني إذا كان محمد الحلبوسي مجبر دكتور على الرضوخ للإرادة الإيرانية باعتقادك، منه يعني كان التوجه نحو التيار الإيراني بمحض إرادته؟ لا لا، هم كلهم ليسوا فقط السياسيين السنة، السنة والشيعة والأكراد كلهم وجدوا أنفسهم تحت خيارين لا ثالث لهما، إما أنك تنضوي تحت النفوذ الإيراني وإما أنك تضمحل وتنتهي، يعني لا يوجد، وبالذات السياسيين السنة الذين أصبحت محافظاتهم مباشرة تحت الاحتلال المباشر للميليشيات التي تعمل تحت الأمر الإيراني، وبالتالي لم يعد هناك مجال. طبعا دعني أؤكد أن نفسية السنة يعني اختلفت تماما بعد التدمير الهائل الذي أصاب مدنهم، بعد التدمير الذي أصاب مجتمعاتهم، كل ما أصبحوا يفكرون فيه هو السلامة الأمانة، لم يعد أحد يفكر بقضية مقاومة، بقضية معارضة، بقضية إلى آخره، يعني تهتكت فعلا كل البنى الفعلية النفسية قبل المادية لما يسمى بالمجتمعات السنية في العراق، فبالتالي لم تعد أمام القيادات السياسية أي مجال للخيار سوى التوجه إلى إيران بشكل مباشر لنيل الحظوة أو لنيل الموافقة، وبالتالي منحوا هذه الموافقة، وأولهم كان الحلبوسي طبعا والذي هو لم يشد. إذن هل إيران أطلقت الحلبوسي؟ لا، إنما إيران وافقت على الحلبوسي بعد أن قدم لها كل ما يؤكد ولاء عدم إثارته للمشاكل بوجه إيران، عدم إثارته للشغب بوجه إيران. ويخيل إلي أنه حتى دول المنطقة الأخرى التي لم تكن راضية عن هذا الوضع تقبلت أو تفهمت هذا الوضع، يعني أي دولة من دول المنطقة اللي رافضة للسيطرة الإيرانية على العراق مثل السعودية ودول الخليج وغيرها ما كانت تستطيع أن تقدم البديل لهؤلاء زعماء السنة فيما لو قرروا أنه مثلا اتركوا إيران وتعالوا معنا، طيب إذا نجي معاكم ماذا ستقدمون لنا؟ ما كان أحد قادر أن يقدم أي شيء. لهذا تجد أنه دول المنطقة جميعها وإن لم تكن راضية عن هذا الوضع لكنها متفاهمة تماما لأسبابها، ولم تبادر إلى مقاطعة مثلا أو خصومة مع هذه القيادات السنية بشكل واضح على الأقل مع السيد الحلبوسي. نعم، نعرض كذلك على موضوع شراء الأصوات في البرلمان أو شراء الولاءات. هناك اتهامات يواجهها محمد الحلبوسي بأنه دفع مبلغ 33 مليون دولار تقريبا لأعضاء في البرلمان، دفعها له أبي المهدي المهندس أو أبو المهدي المهندس مقابل تعيينه للبرلمان، أو دفع الحلبوسي هذا المبلغ لأبو مهدي المهندس مقابل تعيينه في البرلمان. ما دقة هذه المعلومات؟ هل بالفعل هناك أطراف هي من قامت بالدفع نيابة عن الحلبوسي أم إنه قام بدفعها من رصيده الخاص؟ يعني الحقيقة نحن نتكلم في منطقة يشوبها الغموض إلى حد ما. أنا مسموعاتي اختلفت عما تقول حضرتك، أنا أتفق معك بأنه المبلغ قريب مما ذكرت، 30 مليون أو 33 مليون دولار، ليس مهمة بالضبط هذه الدقة لكن هو مبلغ بهذا الحد. من دفع هذا المبلغ كان هما المشروع الكرابلة، الأخوة الكرابلة هم من دفعوا هذا المبلغ بالنيابة عن الحلبوسي لشراء الأصوات التي أعطت متأيدها للحلبوسي في أخذ هذا المنصب. أنت تعرف حضرتك أنه انتخاب رئيس مجلس النواب يأتي من خلال تصويت داخلي، وكل نائب أو نائبة صوتوا لصالح الحلبوسي في المجلس أخذ مبلغ معين نظير هذا التصويت. يقال أنه مجموع هذا المبلغ هو 33 مليون أو 30 مليون، طبعا هذا كله مع وجود ضوء أخضر من إيران وجماعات إيران في وقتها بأنهم لن يمانعوا
في هذا الترشيح أو لن يمانعوا في هذه الرئاسة. يعني إذن دكتور عندما نتحدث عن هذا المبلغ الطائل 33 مليون دولار دفعت لأجل تعيين محمد الحلبوسي بغض النظر عن الجهة التي قامت بدفع هذه الأموال، إذن هناك يعني غاية كبيرة جداً تصرف عليه هذه الأموال لقاء تعيينه كرئيس البرلمان، ما الغاية إذن من ذلك؟ أولا أخي العزيز، هذا المبلغ الذي تدعوه حضرتك بالطائل ليس أبدا مبلغ طائل قياسا بمعدلات الفساد. الحلبوسي استفاد أضعاف هذا المبلغ. الحلبوسي الآن يمكن القصر مالته في القرمة يعادل هذا المبلغ، سكن الحالي بس يعادل هذا المبلغ. إذن هو فاسد عن ثروته الهائلة الممتدة في كل المنطقة وإلى آخره. تسألني لماذا دفعت هذا المبلغ؟ هذا المبلغ يدفع مقدما ليس فقط في منصب الحلبوسي، بالمناسبة كل الوزارات إلها أثمان وإلها مبالغ تدفع، كل شيء خاضع للبيع والشراء في ظل نظام دستور 2005. يعني اليوم الشعب العراقي دكتور هل يعترف، عذرا على المقاطعة، هل يعترف بالحلبوسي؟ أقصد الشريحة السنية، هل تعترف بمحمد الحلبوسي كممثل لها؟ أنت تتكلم عن الشعب أم تتكلم عن السياسة؟ أتكلم عن المكون السني العراقي شعبا وأيضا كذلك الطبقة السياسية. نعم، بالنسبة ولكن في الدرجة الأولى الشعب في الشعب في وادي وكل النظام السياسي في وادي آخر لا علاقة له. نعم. يعني لو سألت أي إنسان من أهل الفلوجة، من أهل الرمادي، من قلب يمكن حتى من عشيرة الحلبوسي نفسه، من الفقراء، لقال لك بأنه هذا الموضوع لا يعنيني ولست مؤيدة ولست في يعني في سبيلي لكي أفهمه أو أؤيده بأي شكل من الأشكال. لا، هذا الأمر تجده عند السني، عند الشيعي، عند الكردي، عند التركماني، عند المسيحي، في كل مكونات المجتمع، في كل محافظاته بلا استثناء. أصبح هناك انفصال كامل بين هذه الطبقة السياسية وبين أبناء الشعب العراقي. بالنسبة للساسة، هؤلاء الناس تحركهم المصالح، دفعت لهم نقود معينة لكي يؤيدوا هذا الطرف أو ذاك، وما زالت القضية بيع وشراء خصوصا في أوساط ما يسمى بالسياسيين السنة. أكثر مجموعة تجرى فيها عملية البيع والشراء وشراء الولاءات بالفلوس هي في داخل أوساط ما يسمى بالسياسيين السنة، أكثر حتى من أوساط السياسيين الشيعة أو السياسيين الأكراد أو من أي مكون آخر. فهذا الواقع المؤلم والمؤسف هو الذي جلب داعش، جلب الهزائم المستمرة، جلب مظاهر الفشل المستمرة في داخل النظام السياسي، وجلب هذا الانفصال العميق بين النظام السياسي وبين أفراده، إلى الحد اللي وصل أنه مستوى التصويت في البرلمان الأخير وما قبله لا يتجاوز 19 أو 20% ممن يحق لهم التصويت. يعني مو 19 و20% من الشعب العراقي. نعم، إذا لا يمثل اليوم الشريحة السنية العراقية. نريد أن ننهي هذه الحلقة بالتطورات الأخيرة بخصوص محمد الحلبوسي، محاولة استهداف أو استهداف مكان ضيافة محمد الحلبوسي بصواريخ كاتيوشا موجهة. من المسؤول باعتقادك عن عمليات الاستهداف تلك، وما الغاية من هذا الاستهداف؟ بدقيقتين دكتور لو سمحت. نعم، الحقيقة كما تعرف حضرتك ويعرف المشاهدين، بدأ هناك مشروع لمقتدى الصدر، هو مشروع ما يسمى بالأغلبية، هو يريد أن يقصي خصومه وأعداءه ويؤسس حكومة معينة بعيد عن هؤلاء، ويعني يقول بأن هؤلاء هم سبب الفشل وسبب الفساد خصوصا من شركاء الشيعة. لهذا هو قام بالاتصال بالسنة والأكراد لمشاركته في هذا المشروع. طبعا السنة والأكراد أكثر من مرة عبروا عن عدم انحيازهم لأي طرف في هذه المنازعة، أي طرف ينجح في تشكيل الحكومة سيكونون معها، وبالتالي أصبحوا مع مقتدى الصدر. الآن يجرى الضغط على الطرف السني ممثلا بالحلبوسي عبر مثل هذه العمليات لتخويفه ودعوته إلى التراجع عن تأييد مقتدى الصدر. لا، لأنهم يعرفون أن السنة خصوصا مثل ما قلت لك بعد أحداث داعش أصبحوا الطرف الأضعف. إذن هي مناكفات سياسية داخلية. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور الناصر دريد، وأنت باحث سياسي عراقي، على حضورك معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من محطة سياسية. إلى اللقاء.